شو كل حالك فيك؟ مش بيكم تكمستم كل القرود يا أخي؟ بس سمعتوا كنتوا قاعدين حدايا يا أخي. شنو ارميولي في البوغس قبيلة هذيك هي تمنعنا وقلنا رغبات. أنا وعدتك مش نتلاقي بيك. أما سامحني باش نحكي لك حكاية وما تضحكش عليه. ليه ما تضحكش عليك؟ أنا مزيان ولباس. إيش ناقصك ترى؟ قالت لي 3000 من الجمعة اللي فاتت فلوس المصروف. كيف استحفظت بهم دون أن تشلق أمي؟ أنت ابنتي؟ لو أجيك منهار وتقف على كلامي من غير عاد ما أقول لك. ماني نعرفك أنت، قلايبك مع البراينية يولي ذيب زبدة، كان معينة يولي حجر. شو ما تبداش تسيف الريق البارد وعويناتك تطلع مسكة على اليمين وعلى اليسار، فهمتني؟ ماو ما كانش ليه؟ يتيح فيك رب، يتيح فيك رب. عليه عليه ديجا طايح. مش مشكل، اش معناه؟ معناه مش مشكل. يدبروا له امراه من غير عرس. ما قلت يلزموا امراه؟ هي ما قالك من غير عرس. يهاجش بيه كان شاهد بشهور. أنا يا خير أمه وحال أمه حشي في الحشر. يا يا يغزرني يغزرني. يا ربي أجب دعاء. أنا واسمعني أنا أرجع لقبرك، أرجع لقبرك. راهو حرام حرام تطلع تطلع من غير ما تشاور. عينة من عروض مسرح العائلة في الحقيقة أصل بحضانة سي أنور العياشي المدير الفني لهذا المشروع. مرحبا بك سي أنور، نعرفوك ممثل إذاعي الآن تشرف على هذا المشروع. شنو هو مسرح العائلة لو عرفنا بأكثر استفادة؟ ساعة تحية لكم، شكرا على هذه الاستضافة في برنامج اللي أنا شخصيا نحبه برشا برشا ونتابع فيه، وكنت حكيت مع سي الحبيب وأيضا أنت صديقي الغالي. التقينا هنيئا للتلفزة التونسية بمثل هذه البرامج التي تخلق توازن في المشهد الإعلامي في تونس. فمسرح العائلة هو صراحة يعني إعادة الاعتبار للمسرح في تونس، خصوصا المسرح الكوميدي، مسرح الفودفيل اللي هو من أصعب الأنماط المسرحية، لكن بتقنيات أخرى مغايرة عن التقنيات المسرحية المعروفة وهي التقنيات التلفزية، لأنه هو مسرح متلفز. هذا للتوضيح للي يعتقدوا أنه باش نعملوا مسرح كيما المسرح العادي اللي يطلب 3 شهور وأربع شهور تمارين وإعداد وفيه تقنيات أخرى من إضاءة من صوت من موسيقى من غيره. فهذه النوعية معروفة هي في فرنسا. ما الفكرة الزمنية قصيرة أنور؟ قصيرة جدا يعني وتخذ القرار. هي مغامرة بصراحة، هي مغامرة. وأنا خليني نوضح، لأنه الفكرة أساسا جات من السيد رئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية سي الأسعد. حدثني عن الموضوع بالضبط لما طلب مني أني نكون مدير فني لهذا المشروع. قال لي النجم ولا ما نجموش؟ هو خطر يعرف اللي احنا تعاملنا مع بعضنا حتى في الإذاعة ونجمنا وطلعنا على البوديوم مع بعضنا لأنه كنا في نفس اللجنة. فقلت له النجم رغم صعوبة هذه المهمة بجزئياتها اللي هي صعبة جدا، ثم ديديتاي معناها بصراحة أنك مدام سلوى محمد تحية لها نشوف أيوة في فنانين اللي أسماء كبيرة تعود بعد سنوات، هناك من غيبوا عن المشهد التلفزي وهناك من غاب بفعل أنه يعتبر زعمة من القديم، خاطر ثم اللهجة توا قاعدة تتعاود أنه هذوما القدم. وكأنه وجوه ألفناها ورمضان كان من علامات رمضان بالضبط، ووجوه أسست للدراما التلفزية توا نشوفه في مسلسلات وفي سيت كومات. الفضل يعود لمثل هذه القامات كما رفيعة بالحوت، سلوى محمد، والعديد من النجوم. أنا اليوم ما نحبش نسمي، لكن العمل هذا جاء أساسا أنه باش يحاول يجمع العائلة التونسية في فضاء واحد. لأنه في السنوات الفارطة
في اعتقادي وهذا في اعتقاد العديد من المشاهدين، العائلة التونسية تكاد لا تجتمع في فضاء واحد، يعني قاعة الجلوس وهذا، ثم إحراج في بعض الحاجات. فالتلفزة التونسية رأت إنها وكمرفق عمومي، وهذا في اعتقادي من أوكد واجبات المرفق العمومي، واجبات على جمهورها، على الشعب التونسي اللي تربى عليها وكبر. وحتى أغنية الجينيريك نحيي الفنان الكبير محمد جبالي اللي غنى جينيريك، بشير أيوة فرح اللي كتب، وطاهر بالحسن اللي لحن. حتى في الجينيريك مقصود أنه التلفزة التونسية هي الدار الكبيرة اللي تجمع، فهذا من واجبها. ورات السنة التلفزة التونسية أنها تتحمل واجبها. العائلة يعني يتفرجوا فيه العائلة من كل الأعمار، من كل الأعمار، معناها للشباب نصيب، أيضا للكهول اللي عايشوا الفترة القديمة واللي يعيشوا في الفترة توا، وأيضا للجيل السابق كما مدام عزيزة أبو لبيارة، ونشوف في وجوه تبارك الله تقول أنت إيش لمهم هذم. لمتهم التلفزة التونسية بالضبط. لمتهم إرادة التلفزة التونسية، والأهم من هذا كل اللي تشوف فيه بتقنيات عالية جدا. أما زاد ثم رهان صعيب الفودفيل، الكوميديا البسيطة السامبل، ما تراش أنه المرحلة تطورت والنكتة تغيرت ومفردات الضحكة تبدلت، وكبتوا التغير هذا؟ لأنه اللي كان يضحكنا في الماريشال عمار وهي من أبرز أعمال الفودفيل في الحقيقة، ما عادش يضحكنا الآن ربما. الأعمال هذه يعني الماريشال عمار تبقى نموذج رائع جدا في الفودفيل في المسرح في تونس، صحيح. وتحية للفرقة البلدية، لكن هالنوعية هذه تواكب العصر، النوعية تحكي في مواضيعها اليوم والآن وهنا، يعني في كل المواضيع بدقة. 2019 يعني نحكي عن البحث عن الكنوز في المنازل وفي الأماكن الأثرية ونعيشها الآن، يعني الأشياء هذه، ونحكي على العلاقات الزوجية اللي هي يوميا، وأيضا الشباب اللي من بين المسرحيات المهمة جدا في اعتقاد قادي هي أهل العقول، كتبها صديقي محمد جريجي وأخرجتها، مسرحية تحكي على نماذج من المجتمع التونسي اجتمعوا في مكان متاع طبيب نفساني، كل يعاني من أزمة نفسية، نجد الأمني الذي يعيش يوميا ضغوطات نفسية كبيرة جدا، نعم. اللي يوصل الديبريسيون، وزوجته أيضا، لأنه نتحدث عن الأمن ولا نتحدث عن ما وراء الأمن، زوجته أبنائه وغيره والعديد من الشخصيات الأخرى. حبيب عندك سؤال تعليق تفاعل؟ عندي تعليق أولي، أني تحس حتى من خلال اللقطات العبق متاع رمضان متاعنا، رمضان زمان، هذا مهم. سؤالك انت انه هل انه ثم مجارات للواقع، ولا يعني ولا نعاودوا في حاج كلوف وميتراكي؟ يقول لك انور انه ثم مواضيع تتغير، تحديث مواكب. اما الاساسي انا نقول ساعه ايه يعني ايش لا، يعني بمعنى مواكبه الاذواق والمواضيع، مش بالضروره دور الفنان، ينجم الفنان يصنع الذوق، يصور من الذوق، يعني مش خاطر الناس جمهور عايز كده نمشي معاه. وين رساله الفنان؟ المسلسلات القديمه في التلفزه هذه صنعت العقليه، صنعت الثقافه. فانا وصل للسؤال، وصل مهم جدا. انا نحب نقول انه من اهم الفكره اساسا، علاش تعمل مسرح العائله، انه وفاء من التلفزه التونسيه لمن اسسوا، وفاء من التلفزه التونسيه للجيل المخضرم واللي من بينهم انا خدمنا، انا نتسمى في العمر مانيش كبير لكن عامل 11 مسلسل شباب، ثم يعني ثم ممثلين يعني راهم شاركوا في التاسيس. لما تشوف حسين المحنوش تتذكره التلفزه بعد سنوات وسنوات من الابتعاد عن التلفزة، ولا العديد من القامات الأخرى، ما نحبش ننسى أصدقائي واللي نحب نطلب منهم السماح لأني تعبتهم برشا في المشروع هذا صدقا، يعني مشروع فيه خصوصية، النصوص مختلفة جدا. مثلا ثم نصوص متاع سيد أحمد بو عمود من نابل، وهو نجم في مدينة نابل في مسرح الفودفيل، ضامر جدا الرجل، وعنده قلم جميل جدا. وأيضا والمفاجأة الجميلة أيضا، صديقي الكاتب عماد بن عمارة كتب للإذاعة العديد من أعمال، ويكتب أيضا في ومضات خفيفة جدا، ويعني قلم جميل جدا في وأيضا إكرام عزوز المواعيد كما سأل الحبيب مهم برشا، قداش المسرحية وقتاش؟ لأنه سنختم الناس تسعى المواعيد، مدة ساعة كل ليلة، ساعة هي تقريبا ساعة تلفزية، ساعة خمسة دقائق كل ليلة، كل ليلة و15 مسرحية تلفزية، وقتاش يتعداو تقريبا في السهرة الثانية، العشرة ونص متاع الليل. وأنا من خلال الحصة هذه بربي نحب نشكر جميع الممثلين دون ذكر الأسماء باش ما ننساهمش، على المجهود تعبناهم، راي ناس تتصور من 7 متاع الصباح الماضي، ساعتين متاع الصباح الماضي 3، وأيضا الفريق التقني الرائع
بأنامل وبقيادة من أبناء التلفزة التونسية. هذاك علاش نحب نقول راه التلفزة التونسية هي الأصل. على كل طبق زاخر ومتنوع في هذا رمضان، في موسم رمضان المقبل على التلفزة الوطنية. نشكرك برشا أنور العياشي، الفنان المبدع، المدير الفني مشروع مسرح العائلة. شكرا أنك جيت بحضانا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الأعزاء على كرم المتابعة. تفاصيل أوفى عن أحداث اليوم والساعة في نشرة الثامنة بعد قليل. إلى اللقاء.